حاجة تأثرنا بزاف كانت أزمة صعيبة شوية، لحقاش حنا كنا سادين شي 3 شهور 3 مو حنا سادين، وبزاف ديال الحوايج كانوا على أساس أن يعني عندك مسؤولية، عندك خدامة، عندك تريزات ديال الطوموبيل، عندك المحل ديال الكرا، عندك بزاف ديال الحوايج يعني تأثرنا بزاف. حنا القطاع الوحيد اللي ما خداش التعويض على كورونا، يعني ما تعوضناش كاع. ما كاينش اللي يهضر معاك يقولك ما عطاونا، ما شكون اللي غيهضر معاك؟ حتى واحد ما كيهضر معاك. كاينين النقابات ولكن كيدويو غير في الاطار ديال في الخدمه ديالهم، كيدويوش على ان على حسب زعما الازمه ديال كورونا. كاين دابا شي كليان عندك كيكون كان عندك قبل كورونا حبس وكيعاود يرجع عندك، يعني شوفي من 2019 وحنايا نورمالمون حبسنا كيرجع عندك، يعني كيعاود من كدا وجديد. هذه بحد ذاتها ازمه. في الاول اي مهنه كتلقاي فيها شي صعوبات، وبالذات ان المهنه ديال تعليم السياقه شويه صعيبه بزاف، لحقاش صعيب باش تتعاملي مع الرجال، تكوني مراه وسط ما بين بزاف ديال الرجال. والحمد لله تجاوزنا ودزنا. هي فهاد العباره كنا كنقولوها حنا دابا الان، كنا كنقولوا ان شو اللي جا كيعطيوه البيرمي، وهي يمكن كانت في قديم الزمن، يعني كانت شحال هادي كيكون بيرمي، فاش كان بيرمي قديم. اما حاليا لا، يعني في هاد السنوات، يعني من نقول لك من 2010، يعني انا ملي بديت تعليم السياقه، ملي بديت كنعلم السوقان، لا الا ما كنتيش كتعرفي تعلمي، يعني ما كنتيش معلمه السوقان ما يعطيوكش بيرمي. حاليا من المونيتورات، من بزاف ديال الحوايج، حيت دابا اكثريا ما نقولوش المونيتورات القدام اللي هما كان الوالد ديالي وكانوا بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كتعرفيش شنو، يعني ما كنا لي مونيتور ما كتعرفيش شكون اللي كيعلم صح وشكون اللي ما كيعلمش، شكون اللي كيستحق البيرمي وشكون اللي ما كيستحقوش. ولكن حاليا دابا الناس اللي خدامين معنا في هذا القطاع، يعني الا ما كانش كيعرف يسوق ما يعطيوش البيرمي. لا دابا حنا في قطاع ديال تعليم السياقه ما عندناش اوتوماتيك، في حاله واحده كاينه اوتوماتيك ديال الناس المعاقين كنخدموا بالسيارات مانيوال. انا بكثرة حكم زعما تجربتي في هذا الميدان، يعني اوتوماتيك اسهل من مانيوال، حيت المانيوال فيها الخدمه بزاف، ولكن الاوتوماتيك سهله، كيبقى تشدي غير الفولون والفران. حنا عندنا بحال اللي قاري بحال اللي ما قاريش. اللي قاري كيكون ساهل عليه شويه باش كيفهمك دغيا، واللي ما قاريش كنبقاو معاه بشويه حتى كنوصلوا ليه الفكره. يقدر هو لا شونس ديالو، يقدر الا سمع السؤال يجاوب، ما سمعوش يقدر يعاودو، يقدر عندنا بزاف ديال اللي ما قاريينش وداوه من الدقه الاولى. بالحكم ديال الرقمنه اللي ولات دابا، يعني كتكون ساهله اكثر على اللي ما قاريينش، كتجيهم ساهله. حنا ما كنصيفطو الكونديدا للامتحان تيكون مهيئ للامتحان، وعندنا 80% انه غادي ينجح ان شاء الله.